ترانزليشن، سؤال الترجمة. طبعا انت عارف ان سؤال الترانزليشن بتاعك هيبقى تشوز. طب يا ترى هنقدر نختار ازاي والاجابات كلها شبه بعضها؟ ده اللي هنعرفه في البارتس اللي احنا هنشتغلها مع بعض النهاردة. السلام عليكم، معاكم محمد اسامة on your best channel be the first، خليك الاول. طبعا الفيديو دوت للثانويه العامه كامله، اولى ثانوي ثانيه ثانوي، وطبعا معمول مخصوص علشان خاطر ثالثه ثانوي. بصوا بقى شباب وبصوا بنات، سؤال الترانزليشن كده على طول معروف ان هو هيبقى عندنا جاي فيه تشوز. طب هحله ازاي تشوز وهما الاثنين شبه بعض؟ علشان ما اطولش عليك وما اصدعكش، انزل على طول للوصف بتاع الفيديو، هتلاقي كده الليست بتاع الترانزليشن ازاي تترجم من عربي لانجليزي، عاملينه بكل التفاصيل بتاعته. روح على طول على الديسكريبشن بوكس وتعالى لي بسرعه. تعالوا بقى نبدا مع بعض دلوقتي اول جزء او اول بارت من الترانزليشن. الحلقه ديت عشان ما تطولش شويه فاحنا هنقسمها مع بعض لكذا جزء علشان الدنيا تبقى سهله معاك. كل المطلوب منك قبل ما تبدا تحل، بعد ما تكون اتفرجت على الاساسيات بتاعه الترانزليشن، هات ورقه وقلم كده وكل الكلمات الصعبه اللي انت ما تعرفهاش اكتبها كده على جنب ولازم تحفظها. متفقين في الشرح بتاعنا ان اي كلمة تشوفها في اي مكان لازم تتحفظ. طيب سؤال تشوز هيعتمد على ايه؟ هيعتمد انك لازم تقرأ الجملة كاملة الاول. هنعرف كم اساس كده هوت وده اللي هنمشي عليه على طول. بصوا يا شباب، لو احنا دلوقتي هنترجم مثلا من انجليزي العربي، خلي بالك هتترجم من انجليزي العربي هبدأ بالفعل، ومن عربي الانجليزي هتعكس، هتبدأ في الغالب بالفعل. طب انا هنا ليه قلت لك في الغالب؟ لان احيانا ممكن نبدا ب من المتوقع، من المهم، من ويجي بعديها adjective يعني، او يجي بعديها صفه. طيب هنحط كام جمله كده مع بعض دلوقتي نشتغلها في البارت دوت ونشوف الدنيا ممكن تبقى ماشيه ازاي. اول جمله هي قدامك اهي، a lot of energy is needed to be generated nowadays from the sea and other renewable sources such as the wind and the sun to satisfy people's increasing needs. ادي جملة كده بالانجليزي والاربع اختيارات او الفور تشويسز بتاعتك قدامك اهي. خلي بالك لو خدت بالك كده هوت الاربعة دول شبه بعض جدا. طب هنترجم ازاي؟ حاجة اساسية هقولها لك، اول حاجة لازم تحافظ على زمن الجملة، يعني الترجمة بتاعتك لازم تكون مترجمة صح. طب انا هنا بقول لك is needed، فكر في الجملة اللي قدامك اكتف ولا باسف. هندرتش بس مع بعض في اول جملة وبعدين نبدأ نحل على طول، لان ده الاساس اللي هنمشي عليه في التشوز بتاعنا. طيب انا هترجم من انجليزي العربي، يبقى في الغالب ببدأ بالفعل، ببدأ بالفعل، ماشي هنكمل. انا بقى هقول لك كده ايه حاجة تركية كده على السريع ممكن تسهل عليك شوية في الاختيار بتاعك. بص دايما على اول الجملة واخر الجملة. طب ليه؟ خلي بالك اللي انا بقوله لك ده يسهل عليك لكن مش قاعدة في الحل، ده للتسهيل فقط. تعال نبص في اول الجملة a lot of energy، ماشي الكثير من الطاقة، واخرها increasing needs. طب تعال نبص كده في الاختيارات هتلاقي كله increasing needs، كله زي بعض واوله زي بعض، يبقى نمشي مع بعض واحدة واحدة. طب هنا بقول لك a lot of energy، الكثير من الطاقة is needed، ماشي is needed دوت الجملة بالنسبة لي passive، يعني ممكن نقول نحن نحتاج او تحتاج الطاقة. طيب to be generated، generate يا ولاد معناها يولد. طب بص كده في الاختيارات بتاعتك شوف اللي ما ينفعش، هتلاقي فيه بيقول لك نحن في حاجة الى تخزين الكثير، حلو ادي دي ما تنفعنيش خالص. وبعد كده يبقى انا كده به اتشالت، يبقى عندك الاختيارات بتاعتك الف وجيم ودال. نرجع تاني ناخد الجملة من اولها ونمشي مع بعض واحدة واحدة. يبقى انا كده شلت واحده، مجرد ما انا معرفت ايه لاحظت ان في كلمه مختلفه. It generated او to be generated nowadays، هذه الايام، هتلاقي كله شبه بعض. From the sea and other renewable sources، طبعا انت المفروض ان انت عارف ان sources معناها مصادر والrenewable معناها متجدده. طيب انت عندك ان هو برضو رقم جيم، نحن في حاجه الى توليد الكثير من الطاقه في هذه الايام من البحر والمصادر المتعددة، شيل. يبقى احنا شلنا به وجيم، اتبقى لي ما بين الف ودال، ودوت التركيز هيبقى عليهم اكتر. نكمل. such as مثل the wind، الرياح، and the sun، والشمس، to satisfy people's increasing needs،
علشان تلبي ايوه حاجات الناس المتزايده. طب تعالى بقى بص تحت خالص في دال، لتحدد. يبقى انا هنا ساتسفاي لتلبي، يبقى الاجابه بتاعتي رقم الف. حلو كده. تعالى ناخد كمان جمله مع بعض. يذهب، هنعكس بقى، ناخد بقى جمله ايه من عربي الانجليزي. يذهب السياح الى سواحل البحر الاحمر للاسترخاء ورؤيه الشعب المرجانيه. تعالى نبص في الاربع اختيارات اللي قدامنا دول، سهلة جدا. تعالى كده، تعالى نشوف اولها واخرها. يذهب السياح، الجملة بتاعتك في المضارع، يبقى لازم اشتغل present simple. طيب تعالى نشوف اخرها، الشعب المرجانية. الشعب المرجانية طبعا معروفة اللي هي coral reef. تعالى نشوف الاختيارات، سي ما تنفعش، دي ما تنفعش، وايه ما تنفعش، خلاص بقت بي. تخيل، بص على الاول والاخر هيسهل عليك كتير. يبقى الترجمة بتاعتها tourist go to the Red Sea coast to relax and see coral reef. خلي بالك دي طريقة تسهل عليك، لكن لازم تمشي واحدة واحدة بالترجمة، وما تنسوش ترجعوا الفيديو الشرح. تعال ناخد واحدة كمان. إن الرياضة ليست مجرد فوز أو هزيمة، ولكن تعلمنا الصبر والتحمل وروح المنافسة تجاه الفريق المعارض. طيب نمشي واحدة واحدة برضه. هنا إن الرياضة، طيب الاختيارات شبه بعضها، sport is not, sport is not, sport is not, sport is not, just, 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 just. ماشي نكمل بقى، همشي الجملة، ليست مجرد فوز أو هزيمة. طب أنا هنا بقول لك في الأولى win or loss، win or loss، win or loss، win or loss. أكمل، طالما شبه بعض أكمل. طيب طب خلي بالك إن هوت آخر واحدة خالص، انزل لي على آخر كلمة. أنا قلت لك في العربي الفريق المعارض. طب الإجابة اللي تحت بيقول لك إيه؟ The winning team، الفريق الفائز، شيل، يبقى أنا شلت دي. يبقى أنا كده الاختيارات عندي ما بين A و B و C. تعال نشوف، إن الرياضة ليست مجرد فوز أو هزيمة، ولكن تعلمنا الصبر. الرياضة هي اللي بتعلمنا، يبقى it teaches us، لأن الضمير هنا لازم أترجمه. طب هنا بيقول لك برضو teaches us، teaches us. خلي بالك بقى الصبر، الصبر هنا رجالة ديت noun، يبقى patience. طب تعال نشوف الأوبشنز بتاعتنا، في بي قال لك patient، مريض او صبور. في سي يبقى بي ما تنفعنيش، شيل، يبقى انا كده شلت بي وشلت دي. اتبقى لي A و C، اطلع اكمل. ولكن تعلمنا الصبر والتحمل وروح المنافسة تجاه الفريق المعارض. طيب تعالى بقى نشوف ايه الترتيب بتاعنا. تعلمنا الصبر خلاص قلنا teaches us patience، والتحمل endurance، وروح المنافسة. طيب حلو قوي كلمة روح المنافسة. روح معناها spirit، ومنافسة معناها competition. تعال نشوف في التشويسز بتاعتنا. رقم ايه قال لي فعلا التحمل، وكمان قال لي the spirit of competition، روح المنافسة. خلاص يبقى الاجابة بتاعتي perfect A. يبقى بمشي، بص على الاول والاخر، دي طريقتي انا، لكن ديت مش طريقة ثابتة، بيسهل لك كتير الاول والاخر، وبعد كده لقيت متشابه ارجع امشي جملة جملة. تعال نشوف كمان واحدة، هناخد بقى واحدة من انجليزي العربي. Global trade leads to a big economic growth in different regions all over the world. تخلي بالي لازم تقراها كلها على بعضها عشان تحدد الزمن بتاعها. So all the world countries aim to develop it greatly. Greatly معناها بطريقة عظيمة، كبيرة، وهكذا، حاجة كبيرة كده. طب تعالى بص في الاختيارات بتاعتنا، بص على الاول والاخر، التجارة العالمية، كل التجارة العالمية. تعال نشوف الاخر، شكل كبير، شكل كبير، بشكل كبير، بشكل ضعيف، شيل الاخيرة. حلو كده. يبقى انا ببص في الاول والاخر، انا بسهل عليك. يبقى احنا كده شلنا ده، يبقى معايا الف وب وج. طيب نكمل، نرجع نجيب من الاول. Global trade leads، التجارة العالمية تؤدي الى big economic growth. economic growth معناها التزايد او نمو اقتصادي كبير. عندك هنا برضو نمو اقتصادي، نمو اقتصادي كبير، نمو اقتصادي محلي، شيل، يبقى انا شلت الجيم والدال، اتبقى لي الف وب. هتفرق معايا في كلمه in different regions، في اقاليم او محافظات او مناطق مختلفه all over the world، في كل انحاء العالم. So لذلك، خلي بالك انت كده بتقارن ما بين الف وب، all the world countries، لذلك كل دول العالم aim to، تسعى او تهدف الى. بص عندك في الف قال لك تسعى، في ب قال لك لا تسعى، شيل ب، يبقى الاجابه بتاعتي الف.
تخيل احنا خلصنا مع بعض ايه حاجة خفيفة كده، خلصنا اول بارت نفهم فيه ازاي نحل اللي تشوز. ما تنساش عندك اي سؤال اكتبه في الكومنت، don't forget to like and share، واستنى بارت 2 هعمله لك حالا.